الحمدية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجتي يا رب العالمين صدق الله العظيم आपको और तमाम ही आपके अहले खाना को बहुत बहुत जो है हंजला का आपके बेटे का खत्म कुरान मुबारक अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए मेरा पढ़ाना और इनका पढ़ना और इन्होंने पहले पढ़ा इनका पढ़ना और इनको इसको जारी रखना जो है इसकी तौफीक अता फरमा इसका कबूल अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा मफ्ताह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या अल जलाल वल करम اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شاہ نشان عطا فرما اس کا ثواب تیرے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات آئے اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے تمام کی روح پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول منظور فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين